الضياني عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب. هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بناء على البيان الوطني لحركة الممرضين وتقني الصحة بالمغرب الذي نادى بوقفات احتجاجية محلية وجهوية وإقليمية على صعيد ربع الوطن إلى جانب إضراب وطني لمدة 24 ساعة اليوم 26 جانفي 2023. هذه الوقفة الاحتجاجية جاءت بناء على يعني واحد الاحتقان على المستوى القطاع الصحي، بحيث أنه الممرض وتقني الصحة لاحظ بأن المطالب ديالو فهي تتذيل جميع المطالب ديال الفئات الأخرى، وبأنه حان الوقت من أجل إنصاف الممرض المغربيين. ولاحظوا أن هناك مجموعة من الحوارات الاجتماعية والجلسات الاستشارية بوزارة الصحة، إلا أنه المطالب الممرضين وتقني الصحة فهي مغيبة تماما من هذا الحوار. وحتى في الأفق يعني على المدى يعني القريب والمتوسط ما كاينش هناك واحد الافق اللي كدل على انه غيتم انصاف الممرض وتحقيق المطالب ديالو العادله والمشروعه. هذه المطالب ديال الممرضين والتقني الصحه تتجلى في مطلبين اساسيين، الا وهما الانصاف التعويض على الاخطاء المهنيه وتحسين شروط الترقي. بالنسبه للانصاف التعويض على الاخطاء المهنيه، فهو واحد المطلب اللي عمره اكثر من 12 سنه هو الممرض المغربي والتقني الصحي يطالب بانصافه في التعويض على الاخطاء المهنيه. وهذا المطلب نقتنع لنا قناعه يعني كبيره بانه واحد المطلب شرعي، بحيث انه له من الحجيه القانونيه والحجيه الاخلاقيه ما يبرره، بحيث انه نحن كممرضين والتقني الصحي نتقاضى فقط 1400 درهم كتعويض على الاخطاء طيله المسار ديالنا المهني، الا انه فئات اخرى من نفس القطاع تتقاضى من 3000 درهم حتى 6000 درهم. يعني نفس الاخطاء المهنيه ونفس الفئات، الا انه كاين هذا الفرق بين التعويض على الاخطاء المهنيه، مما يدل على انه كاين واحد الشيء من التحقير والشيء من التبخيص ديال يعني المهام الكبيره اللي تقوم بها الممرض المغربي. وبالتالي نقول انه بالنسبه لجميع الفئات فالخطر واحد، والممرض ربما هو الأكثر عرضة للأخطاء المهنية نظرا لالتصاقه الوثيق بالمريض طيلة النهار. وبالتالي نطالب الوزارة بالإنصاف في التعويض على الأخطاء المهنية، بحيث أنه يجب تعديل يعني المادة 23 من المرسوم جزء 17535، بحيث أنه يجب أن يدرج التعويض على الإنصاف في الأخطاء المهنية في هذا المرسوم ويتم الرفع منه تدريجيا مع الدرجات. هذا هو المطلب. المطلب الثاني هو تحسين شروط الترقي. تحسين شروط الترقي بالنسبه لنا حنا كحركه ممرضين وتقني الصحه بالمغرب، كنشوفوا ان الممرض وتقني الصحه عنده واحد شروط ترقيه هي اللي بطيئه وبطيئه جدا، ان لم نقول حلزونيه، بحيث انه الممرض المغربي من اجل المرور من درجه لدرجه خاصه 14 سنه، وبالتالي واحد المده اللي هي طويله بزاف، بحيث انه فئات من نفس القطاع 4 سنوات كيدوز من درجه لدرجه بواحد الكوطه ديال 100%، بحيث انه حنا خاصنا ندوز واحد الامتحان الكفاءة المهنية 6 سنوات بواحد الكوطة اللي جد هزيلة اللي هي 14%. ونحن كحركة ممرضين نطالب بأنه امتحان الكفاءة المهنية يكون 4 سنوات عوض 6 سنوات على غرار فئات أخرى من نفس القطاع، وأيضا الكوطة ترتفع من 14% إلى 50%. إلى جانب ذلك نطالب بتسقيف المرور من درجة لدرجة في 8 سنوات عوض 14 سنة المعمول بها حاليا، وايضا نطالب باضافه درجه او درجتين فوق الدرجه الاستثنائيه. هاد المراسيم حنا اللي بغيناها تبدل واللي كتميز بواحد الشروط الترقيه اللي هي بطيئه، فكاين واحد المرسوم ديال 2005 ديال شروط الترقي في الدرجه والاطار، وكاين واحد المرسوم ديال 1963 اللي هما واحد المراسيم اللي هي قديمه. وايضا في ظل هذا الاصلاح الجري ديال المنظومه الصحيه في القانون 0922 ديال المنظومه ديال الوظيفه الصحيه، في الماده 21 تيقول لك بانه غيكونوا واحد الشروط الترقيه واللي غينص عليها واحد النظام اساسي النموذجي المهني الصحه. هذا النظام الاساسي النموذجي المهني الصحه باقي ما خرج، وبالتالي حنا نطالب هذا النظام الاساسي النموذجي خاصه تخرج واحد الشروط الترقيه اللي غتكون كتنصف الممرض والتقني الصحه وكتلبي المطالب ديالو وتتلبي التطلعات ديالو، لانه حتى الممرض التقني الصحي فهو يقدم 80% من العلاجات الصحيه وهو عماد هذه المنظومه الصحيه، وبالتالي يجب التحفيز ديالو، لانه التحفيز يؤثر بشكل مباشر على المرضوضيه ديال مهني الصحه. وبالتالي ما هذه هي الخطوات النضاليه الاولى. ان شاء الله حركه الممرضين والتقني الصحه في المغرب غتقوم بواحد الخطوات تصعيديه ان شاء الله في يناير المقبل، حيث غتشوف انه ان لم تتفاعل وزاره الصحه
فغيكون شهر يناير هو شهر ديال الغضب التمريضي، وسيخلل ان شاء الله بوقف وطنيه امام وزاره الصحه الى غير ذلك، ومجموعه من الاضرابات والاشكال النضاليه. وبالتالي الممرض المغربي يتطلع الى انصافه، يتطلع الى تحقيق مطالبه العادله والمشروعه. وشكرا. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.